اليوم رح نحكي عن الكرة العاطفية لأبو الجدان، وكمان رح نحكي عن خطوات الشخص وشو بيطلع معنا في القراءة. يعني نقدر نشرح عن عاطفتك يا أبو الجدان. لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد، ولا تنسى الشير واللايك، تحكولي في الكومنت قصتكو وهل وصلت نطاقتكو شو أخبارك. نبلش برج الدلو. شكلك يا برج الدلو انت في نفسك، انت صامت عقلاني ومش محرك اي مشاعرك ومش مظهر مشاعرك نهائيا، وكأنك انتقلت للحكمة للعقل، عندك صار انتقال من القلب الى العقل ومتوازن جدا، بسبب انك انت شايف هذا الشخص عنيد وشخص يمكن شوي كبرياء او عالي جدا ومهتم في الماديات، واحتمال انه عاجبك لكن انت ملتزم الصمت جدا. احتمال يكون هذا الشخص انت شايفه مرتبط في عمله في علاقة اخرى، ولكن انا شايفه انه عاجبك، ويمكن يكون هو من برج الثور عشان هيك انتوا شوي عنيدين مع بعض. يمكن انت شايفه متكبر وعنده الايجو عالي جدا ومهتم بانجازاته، وهو عاجبك، انت تحس انه اذا كنا ملك ومتوج بكل شيء يلفت نظرك انت. انا حاسه انه شخصية عجبتك. طيب هو شخص، هذا الشخص متجه اليك، هو بحبك هذا الشخص على فكرة، ومتعلق فيك جدا جدا، هو شخص طيب وحنون وبيحمل من المشاعر الصادقة، ومشاعره بتميل للطيب والحنان اكثر ما بتميل للغرور، زي ما انت شايفه مغرور او شايف انه هو عايش الواقع بس يعني بالحد الحدود اللي بيحكوها عفوا الحدود الزيادة، يعني طالع لفوق كثير. الشخص ده روحاني جدا جدا، لكنه متعلق بشيء. هذا الشخص يمكن متعلق فيك، بفكر فيك كيف يقدم لك كاس الحب على فكره، لانه انا شايف انه متجه اليك. الشخص هذا يمكن في عنده ازمه هو لسه مش قادر يطلع منها. هذا الشخص هو بحط حدود لعلاقه ما او ازمه ما ماديه، او هذا الشخص مرتبط وانت شايفه كمان يمكن مرتبط، وهو لكنه بده يبين لك مشاعره، يزر لك مشاعره. بس خلينا نشوف شو الكروت. فكرة شكلك انت جايك مصاري يا برج الدلو، وانت لاني هيك اجد عيني عليه، لما اقرا اجد عيني عليه احتمال ما عندك فرصة مالية، او انت شايف هذا الشخص شخص فرصة بالنسبة لك. احتمال يكون هذا الشخص جديد مش من الماضي، لان انت زي متجمد المشاعر، او انت في طاقتك طاقتك برج الدلو. هون بيحكوا لك احنا معاك ملك الروحة، انا معاك في وقت الحاجة لما ساعد قلبك على الشفاء، فانت احتمال ان انت صامت، حتى مشاعرك صامت، كل اشي صامت فيك متجمد، انت في طب تجمد. وهون برضه انا حبيت هذا الكارت، يعني ما بعرفش حسيت انه بروح لكم. المستشار الرئيس الملائكة عزرائيل، انت مستشار طبيب يستفيد الكثير من الناس والتوجهات والطمأنينة. ماشي، خلينا نشوف عند الرومانس شو بيحكي لك يا برج الدم. باشن I love your soul to sing with the joy. شكلك انت عندك شغف لشخص، او انت
منجذب لشخص لكنك صامت، انت منجذب لهذا الشخص. هون بيحكوا لك انه سينك ويت جوي، خلي روحك تغني تنطلق. خلينا ناخذ لك كمان كارت ونبلش في القراءة. ارتباط حياتك في الحب يصعد إلى مستوى عالي من الارتباط. إذا كانت هاي العلاقة جديدة فهذا الشخص ناوي يتقدم لك. طيب معلش استحملوني شوي يا جماعة. شايف هذا الشخص مش عارف مقلوب ومش مقلوب، عقله مقلوب بشكل. هذا الشخص احتمال انت معجب بشخص وعندك شغف، وهو بنفس الوقت هو برضه حاسس بشغف من ناحيتك، ولازم انت تظهر هذا الشيء او تسمح لروحك انها تغني في هذا الشغف. انت بالفعل تفعل ذلك. توقف عن الافراط في التفكير، استقر في مواجهه الشمل الحقيقي. انت عن جد بتفكر في الارتباط، فتوقف عن التفكير وافعل. بلش حلواتك وتعرف انت صامت وهو صامت، وراح نشوف شو بتصير معنا. هو في طاقة الهاي بليس، مع انه انا مش شايف انه طاقة في الطاقة عندي العامة او طاقة الكروت سطح، انا شايفه انه جاي عليك، لكنه هو لسه بفكر في الموضوع. احتمال هذا الشخص يكون في طاقة تبعات، لانه هو حاسس هنا انه خارج من طاقة الحماس او البداية الجديدة، هو خايف من البداية الجديدة. الشخص هذا احتمال يكون شخص جديد على حياتك للبعض، واذا كنت في انفصال فالشخص هذا حاسس انه فقد الفرص معك، وهو فقد الحماسة وفقد الروح السعادة في هاي العلاقة. يمكن انه حاسس انه خلاص زي انطفى من ناحية، انطفى شغلته من ناحية هاي العلاقة، فهو شايف نفسه انه يمكن لازم يقعد يفكر كثير منيح ويتباعد لحتى يقدر يسترجع قواه وحماسته ودفء لهاي العلاقة. احتمال الشخص اللي عنده اطفال، هذا الشخص هو يمكن مشغول في عمله في انجازاته، في عنده شيء هو مهتم فيه، هيك هو شوي متباعد، فاقد الحماسة في العلاقة او فاقد الحماسة في العلاقات عامة، لانه هو زي بيعاود الشخص هذا عماله بيرجع يوقف على اجريه من اول وجديد. برج الساتورن وبرج الثور، برج الحوت، برج الاسد او القوس، الحوت و برج الدلو اللي هو انت، وبرج الثور ما شفتش ابراج خالص. بس هذا الشخص هو قيادي بالعام، يعني شخص بحب انه يقود مشاعره لكنه مختفي او متباعد عن الانظار، لانه بحب هو دائما يبين انه ملك وهو قيادي جدا، لكنه حاسس انه فاقد حماسه من اتجاه احتمال اتجاه العمل او احتمال اتجاه العلاقات، او فقد الامل في البداية في علاقة جديدة، لانه هو بفكر انه يتجه لكم لكنه لسه يعني متعلق بين انه يقدم هاي الخطوة او يتباعد. طيب الشخص هذا مشاعر من ناحيتك الفور اوف كابس لكن مقلوبة. الشخص هذا حاسس انه في يعني مش قادر يقدم فرصة، او قدم فرصة من قبل الكاس على راسه. الكارت طلع نفس الاشي في طاقته ونفس هو المشاعر من ناحيته، وحاسس بهاي بيست انه في طاقة الكاهنة، عشان يعني بالعربي احسن، حاسس انه هو قدم فرصة لكنك انت يمكن تكبرت عليه، حسيت شوية بالكبر عليه، او حاسس انك انت لازمك حماسة اقوى،
يعني هو قدم عرض، ولكن كان انت عندك عروض اخرى او عندك ماضي يمكن قعدت تفكر كتير عشان تقبل هذا العرض، وهو حاسس انه رفضك للعرض هو كبرياء منك او غرور منك، او انت بدك اشي اكتر، اكشن اكتر، حماسي اكتر. بحس ان الطاقة هاي بتجي لك، طاقته من ناحيتك انت، فهو عشان هيك فاقد الحماسة من ناحيتك. طيب هو كيف مشاعره؟ ومشاعره انه كأنه قدم عرض، فانت رفضته، او هو خليني بس اشوف اكتر، لانه جنبه السبب حس بالغدر او بيحس انه للاسف، يعني هو فعلا حس بالاسف. هو قدم لك عرض لكنه حسك انك انت متجمد المشاعر، ما تحركتش في هذا العرض او ما قبلتش هذا العرض، طلعت عليك طرف عينيك وما قبلته. هو حاس انه كانه الكاس انكبت، انت او انت زي رافض كل الكوبايات، حتى الماضي وكل شيء، كل شيء كانك رافض العلاقات، لانه هو متحير انه انت ليش رفضت هاي الكوبايه. هو في حاله اللي التحقيق مع الذات او في حاله الشك، الشخص هذا شاكك انك انت مريت في ماضي مؤلم لهيك انت رفضت الكوبايه تبعته، زي ما حكيت لك انت رفضت الكوبايه تبعته. هيك هو شايف، هو قدم لك عرض وانت رفضته ومشيت لقدام، تركته ومشيت. ما هذا شخص زعلان من الماضي كمان، بدوش يقدم ولا عرض ولا كوباية. احتمال هذا الشخص كان في ماضي في حياته ورحل، هو حس نفسه انه كان طيب كتير في الماضي مع شخص اخر غيرك، ولا بعض منكم معك، وهو شايف انه قدم عرض وانت رفضته وتركته ورحت. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك مطنش، يعني عن جد انه يعني برضه بنربطها ببعض، بشوفك مطنش، قدم لك عرض وانت ما قبلتش، حتى ما فتحتش هذا العرض او شفته نهائيا، وشايفك انك انت سكتت ما عطيتش لا حق ولا باطل، وشايفك انك انت زي يعني مثلا بعت لك هدية حطيتها على جنب وقلت روحي، يعني ما فتحتش الهدية. هو شايفك انك انت مطنش ومكابر جدا وجامد، جامد جامد جدا جدا شايفك، وشايفك انك انت يعني عندك شوية كبر انه على العروضات اللي بتجيك. برضه نفس الاشي عن جد، على فكرة الشخص اللي قدم لك عرض وتركك وراح لانك انت طنشت هذا العرض، وقرر انه يمشي لقدام لانه زعل انقمص منك، يعني اخذ على خاطره منك، وشخص زعلان انه قدم لك عرض وانت رفضته. إيه طب انا بدي اشوف انت ليش رفضت هذا العرض، مش عارف اذا هو من الماضي، شخص من الماضي، بس لا انت معجب فيه، مش حاسه من الماضي. هل هذا الشخص من الماضي لبرج الثعلب؟ احتمال كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض في زواج، احتمال انه يكون جديد، يعني تزبط على الاحتمالين هون، عريس جديد تقدم لك كراش، شخص طلب منك الزواج وانت رفضت، الشخص طلب منك الزواج وانت رفضت، او طلب منك انه ترتبطوا مع بعض وانت رفضت، يمكن عريس قديم وطلعت طاقته معنا هون انت بتفكر فيه، واحتمال تكونوا انتوا في كنتوا في زواج وكان بينكم حب والفة ومشاعر فوق، وانفصلتوا عن بعض بسبب انه الشغف، احتمال انه انطفأ الشغف في علاقتكم وابتعدتوا عن بعض وانفصلتوا، لكن برضه هون الشخص قدم لك عرض زواج او راح يقدم لك عرض زواج، انت اكيد راح تعرف. برج التور، برضه برج التور طاغي على القراءة هون،
طيب هو شافك انك انت هادي وصامت، هادئ وصامت، وشافك انك انت سنجل مش مرتبط، مش في ارتباط او مش في زواج، واحتمال تكون انت عقلك مش في العلاقات، عقلك في الاشياء المادية والاستقرار المادي، شافك انك وحيد مفيش ناس بتحيط حواليك، انت لحالك قاعد لحالك، وكأنك انت بس عقلك بس في الماديات، مش لانك انسان مادي لا، لانه انت حاسك ان انت عندك كبر فبدكش تحتاج حدا، ما بدك تحتاج حدا، هو شافك ان عندك كبر، نوع من الكبر، كبرياء، كبرياء مش كبرة النفس، لا كبرياء، بيسمحلكش انك انت تروح للشخص ده، بيسمحلكش انك تمد ايدك لشخص بتطلب المعاونة او الشيء انت محتاجه. برضه مصمم بقول لك بحبك بقدم لك هون على الشاشة قدام كل الناس انه بحبك، هو بده زواج واستقرار، هو شايفك انك انت تصلح للزواج والاستقرار، هو شايفك انك انت تصلح زواج وتصلح تكون راب أسرة وكمان تشاركه بمشروع، والشخص هذا بده معاك زواج وشايفك ان انت تصلح للزواج وانك انت متكامل وانك انت بارع في انك تتحكم في عقلك وقلبك، وكأنك انت بتعرف توازن بين عقلك ومشاعرك وقلبك، وشايفك انه انت شخص اسطوري، اسطوري في الحب، اسطوري في العمل، اسطوري في كل شيء، او قديم نوعا ما، بتحب الاستقرار، اذا يعني مش مثلا بيحكوا عن الاشخاص هاي الايام بس للاستقرار المادي، لا انت زي استقرار اسري واستقرار مادي، يعني ده الحب الاستقرار المنزلي، هو الشخص ده معجب بشخصيتك جدا لكنه خايف منك، هو قرب منك لكن انت رفضته، وده بيطلع انه ماسك الكاسة وبقول يعني كده انا بحبك انا بدي ارتبط فيك. طيب شو نوايا من ناحيتك؟ الشخص ده نوايا تباعد شوي عنك، الشخص النوايا يتباعد ويفكر في الموضوع ويقدم لك كمان عرض، بس بده يجيك على هيئة شخص قوي وشخص جميل جدا وهو كامل المواصفات، الشخص اللي بحبك جدا بده يقدم لك عرض وينتظرك، رح يحكي لك على الأقل من مهلة تجاوبش مثلا هالإيد، لكن فكر منيح في الموضوع اللي راح اعطيك اياه وراح يقعد ينتظر منك جواب، مش عارف حس في كارت ولا لا، حس ان في كارت يما خبي الكارت برو خلينا اشوف الكارت. طيب خليني اشوف هذا الشخص بحبك، لان اشتغلت فيه ما جاش، بالنسبة له انت الزواج والاستقرار والحب كل شيء هو بيتمناه، بحب هذا الشخص وبتوازن وبعقلانية، لكن هذا الشخص احتمال بده يفاجئك بمبلغ مال، بفرصة عمل، بشراكة، وينتظر ردك. لأنه يعني بده يظهر لك شخص إنه الكوين،
ويعرض عليك عرض، هذا الشخص ناوي يعرض عليك عرض يخرجك من الزعل، لأنه هو حاسس إنك أنت زعلان وأنت رافض مبدأ الحب، وأنت بس بتدور على استقرار مادي، استقرار نفسي مش استقرار زواج، وأنت معطي ظهرك لأن ظهرك لأنك أنت بدكش زواج ولا حب ولا أي شيء ولا ارتباط. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض معين، يمكن الشخص هذا يقول لك نتزوج ونفتح مشروع مع بعض، يشوفك انك انت شاطر في العمل ومركز في عملك والهلوبة في عملك، ويمكن يعرض عليك عرض عمل ويفاجئك فيه، عامل لك مفاجأة. هل المفاجأة هي حلوة؟ بس اسمع، الكروت مليون منيحة كتير، وانا بقول لك تفكرش بلش، فكرت كتير خلاص بكفي. وانا بقول لك انه في باشن بينكو، شغف، وانه علاقتكو لم استمرتوا، فما فيش حاجة اني اذا انتو كنتوا في انفصال، انفصال زواج، فالشخص هذا بده يفاجئك انه يعطيك حقك ويرضي ضميره ويعرض عليك نفس وقت الرجوع. وإذا كان هذا الشخص كراش وعرض عليك الحب أكثر من مرة، راح يتحركش فيك، يفاجئك إنه تعال نعمل مشروع مع بعض عشان يقدر يوصل لقلبك، يفك الرابطة اللي أنت نفسك فيها. يعرض عليك أول إشي الصداقة، بعدين يعرض عليك الزواج، لأنه بده زواج بصراحة هذا الشخص، بده ارتباط، ما تكونوا أنتوا كنتوا في زواج. طب هل نوعية هذا الشخص صادقة عشان أما تبقوش متحايلين؟ بس رد 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 شخص بده يعرض عليك الزواج ويتركك لفترة تفكر في الموضوع، يقعد يستنى ردك. بس الشخص هذا بده يعرض عليك اول اشي يفوت قصة انه شغل مشروع، لانه شايف انك انت بس مهتم في المال والاستقرار المادي، ومن بعيد كل العالم حواليك فيش لك اصدقاء وفيش لك ناس كتير، لانك انت مهتم في استقرارك المادي. فهو بده يعرض عليك عروضات وينتظرك لحتى تعطيه القرار، بس الشخص جاي عليك قريبا. قراءة حلوة كتير برج التل، احكي لي شو قصتك، هذه القصة مضبوطة؟ وشكرا لكم، لو سمحت إذا كنت جديد معنا في القناة اشترك، فعل الجرس ليوصلك كل جديد.